بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير، وكل عام وأنتم بخير.